موضوع كتير مهم اللي اسمه تريفيرزال، اللي هو انا كيف اني امشي بالتري. طبعا راح نطبق الموضوع على الباينري سيرش، فراح نعرف بالموضوع وراح نشوف كمان بعض التكنيك بالسيرش، وكمان راح ندرس قضيه انه انا كيف اضيف نود جديده على التري. اوكي طيب، بشكل عام بحكي لك انه التريفيرس، اوكي، اللي هي الزياره، كانه انا بعمل سيرش، بعمل بحث، او في عندي لوكيت، عندي يعني نود معينه او كي او رقم معين بدي اوصله في التري، فلازم اطبع ايش كل القيم او كل النود اللي انا بدي اصل لها. يعني انا مثلا عندي A ومثلا هون B وهون C وهون D، انه مثلا انا قلت كيف ممكن اني اصل ل D، فانا فعليا بعمل لها ايش traversal. طيب هلا الفكره كلياتها انه احنا بالتري دائما بنبلش من عند الروت، يعني من هنا، من البدايه، من القمه اللي هي الهيد، يعني من الرأس. تمام، في عندي ثلاث تقنيات اللي هي بسموها البري اوردر والان اوردر والبوست اوردر. ايش الفرق بيناتهم؟ هلا بالبري اوردر، بري بتيجي معناتها قبل، اوكي، يعني الروت اول. يعني مثلا انا عندي A B C، تمام، الروت اول يعني A، بعدين الليفت اللي هي B، بعدين C. طبعا هون عندنا الليفت وهون الرايت، اوكي، هذا البري اوردر. لكن الان اوردر لا، انه انت بتخلي الروت في النصف، يعني كانك انت بتحكي الزياره بتكون بي اي سي، اوكي، ان اوردر، ان في الوسط بتيجي معناتها وسط. اوكي، بوس تيجي بعد. ايش يعني بعد؟ يعني الروت اخر إشي، يعني انا بزور بي سي بعدين الروت اللي هو اي. فهاي الثلاث تقنيات اللي احنا بنستخدمها في عمليه الزياره. اوكي خلينا نبلش بأول واحدة اللي هي البري أوردر. البري أوردر زي ما حكينا أول إشي، يعني من اسمها بير قبل الروت أول حاجة، هنزور الروت بعدين الليفت بعدين الرايت. أوكي، هاي مبدأها. فمثلا عندنا في هذه التري إيش اللي رح نعمل؟ إحنا حكينا أول إشي هنزور الروت، هاي الأي زرناها، أوكي، زي ما هو مكتوب. بعدين حزور الليفت بعدين الرايت، هاي بي سي. طيب بس أنا قبل ما أروح على الرايت، البي تعتبر كمان روت، صح ولا لا؟ تعتبر روت، فحزور A B، بعدين D اللي هي كمان root، أوكي، بعدين عندي ال H وال I، يعني حصير A B D H I، بعدين برجع لأكمل اللي هي ال E، وبعدين ال F، ال F عفوا ال C، بعدين ال F، بعدين ال G. يعني معنى آخر ال pre order صارت بهذا الترتيب، أنا زرت أول إشي الروت ال A، لكن لما نزلت لتحت بدي أزور الليفت لقيته كمان هو روت فزرته، نزلت لتحت لقيت الدي كمان روت تعتبر فزرناها، أوكي، فعشان هون صارت في عندي دي. بعدين حزور إيش ال H وال I لأنه left و right، أوكي، فخلصنا هنا. هلا لما رجعت إيش الرايت ضل ال B اللي هي ال E زرناها. بعدين لما بدنا نيجي على هذا الجزء مين الروت عندي؟ ال C، وحطينا ال C، بعدين ال F وال G اللي هي left وال right. فهاي هي الفكرة. طبعا هذه الطريقة، هذه الطريقة بقول لك هي نفس فكرة الـ depth first order. في مادة الذكاء الاصطناعي احنا كنا ناخذ algorithm اسمها depth. ايش يعني depth؟ انك انت تمشي بعمق، يعني تمشي اول اشي اللي في عمق وبعدين ترجع تعمل back track وتكمل في عمق، فهذا بسموه طريقة كمان الـ depth. تمام، طيب كيف الكود؟ احنا بدنا نيجي لعند الكود شوي. الكود هلا احنا كنا بالسي بلس بلس او بلغه السي نحكي انه انا مثلا انتجر A. ايش يعني انتجر A؟ بس خليني انه انا افتح سلايد جديد عشان بس اوضح الفكره. اوكي، ايش قصه النود والبونترات هاي؟ انه انا مثلا بلغه السي كنت احكي والله انتجر A، كنت اقول انه A انا اروح على الذاكره مثلا، تمام، هاي الرام عندي في الذاكرة، أحجز يعني مكان A، مثلا انتجر A 5 أخزن فيه 5، صح؟ وكمان حكينا مثلا لو إجيت حكيت له انتجر array مثلا 3 وعطيته قيم مثلا 1 2 3، هذا إيش يعني؟ أنا روحت على الذاكرة حجزت 3 مواقع خزنت فيهم 1 2 3، كلهم شو اسمهم؟ R اللي هي 0 1 و 2. طبعا هاي انواعها إنه رقم صحيح، وغير هيك انه ارقام يعني اماكن حجزهم بالذاكره ثابت، حتى الري بيكون ثابت. لكن عندي انا هون انه انا ما بدي احجز، انا ما بدي احجز، خليني بس اعمل كوبي عشان اوضح الصوره. انا هون ما بدي احجز انتجر، انا بدي اعرف متغير جديد من نوع نود. هذا
هذا النود له خصائص، له داتا وله ليفت وله رايت. اوكي، فانا لما بروح على الرام، اوكي على الرام بعرف نود بيكون في إلها ثلاث خصائص، لازم اخزن فيه الداتا، ايش هي الداتا، ولازم اخزن مين هو الليفت ومين هو الرايت. تمام، كيف هاي بتصير؟ طبعا كانه طبعا هون كار داتا، يعني انا هون نوع البيانات المخزنه عندي هون من نوع كاركتر رمز. نود بونتر هاي الاشاره النجمه معناتها بونتر. ايش يعني بونتر؟ تؤشر، يعني وكانه فعليا فعليا انا كل نود عندي، اوكي نود بيكون في عندي هون كاركتر اللي هي الداتا، هاي الداتا راح تاشر على اشي اسمه ليفت وعلى اشي اسمه رايت. هاي هي فكرتها. تمام، فاحنا عملنا ستراكشر قاعده جديده، قلنا انا في عندي نوع جديد اسمه نود، هذا النود يحتوي على داتا وبيأشر على النود تاعت الليفت وبيأشر على النود اللي اسمها رايت. اوكي، فهذا المبدا. فانا هون اوكي بري اوردر رح ياخذ الروت تاع النود، هذا متغير. اوكي، هلا رح يشيك اذا الروت لا يتساوي نال، اوكي معناته اطبع. طبعا هاي رايت هي قصده فيها هون برنت، يعني هون برنت اطبع الداتا الموجوده على الروت. اذا الروت ما بيساوي نال والليفت ما بيساوي نال، يعني ايش يعني الليفت ما بيساوي نال؟ يعني الليفت موجود، روح اطبع الليفت. وكمان هون ارجع شيك اذا الروت ما بيساوي النال والروت إله رايت اطبع الرايت. فطبعا احنا رح يكون في عنا تسلسل. ايش التسلسل؟ اول شيء شيك على الروت، بعدين حيشيك على الليفت، بعدين حيشيك على الرايت. وطبعا كله ريكيرجن. ليش ريكيرجن؟ احنا حكينا ريكيرجن نفس مبدا اللوب. اوكي، بس لانه انا ما بعرف، يعني طب ليش انا ما استخدمت اللوب؟ انا ما بعرف انا كم نود رح امشي. اوكي، فعشان هيك استخدمنا الريكيرجن. الريكيرجن رح يضل يلوف لين ما يصير الروت نال او انه الرايت يصير نال، وهون الريكيرجن رح يضل يمشي ما دام الروت مش نال ولا الليفت بتساوي النال. اوكي، هاي بالنسبه للبري اوردر. طيب خلينا نشوف هون. طبعا هون ظبط الكود بلغه السي بالضبط، هيك بيكون شكلها بالذاكره. يعني هاي عندي هون الداتا، تمام، هذا الليفت وهذا الرايت، تمام، هاي هي. طيب void pre order بشيك هل الروت بتساوي null. خلينا نشوف هل ال a، خلينا نمشي، هل ال a بتساوي null؟ لا، معناته ايش روح اعمل؟ اطبع لي الروت الداتا، الداتا ايش الداتا عندي اللي هي a. بعدين روح هون الليفت، هل الروت الها ليفت؟ نعم الها ليفت. مين هو ال b؟ صح ولا لا؟ الروت احنا عنا a، اذا هي الها b. بس لاحظ انه هذا recursion، recursion يعني رح يرجع يستدعي نفسه. اوكي، هل الروت نال؟ لا، اللي هي طبعناها اللي هي بي. طبعا الروت شو رح يعمل؟ يروح يجيب الليفت تاعه. مين الليفت تاعه؟ دي، الدي، تمام. طبعا هلا لو احنا رجعنا، يعني لو اعتبرنا انه بعد الروت بعد الدي في نال، احنا هون اللي بعدها الدي بتاشر على نال، الليفت والرايت تاعها نال، فاعتبر انه الدي بعديها الروت نال. اوكي، فلما رجع هلا مين رح يشتغل عندي؟ رح يشتغل عندي الرايت، فرح يطبع مين؟ الاي. اوكي، رح يطبع عندي الاي، بعدين رح يرجع يشتغل. هلا احنا بعد ما خلصنا هاي رح يرجع يشتغل الرايت للروت مين؟ اي. طبعا هذا الريكيرجن مبدا ستاك وما ستاك، فايش رح يعطيني؟ رح يعطيني السي. بعدين هلا الروت صار عندي مين؟ الروت عندي سي. اوكي، صار الروت عندي سي، بعدين رح يروح يطبع للليفت تاعه اللي هو الاف، وبعدين رح يطبع الرايت تاعه اللي هو عندي الجي. فهاي الزياره اللي رح تكون موجوده. اوكي، طيب هاي اللي بدي ان اوردر. ان اوردر احنا حكينا الان اوردر انه الروت بيكون بالنص، يعني انا اول شيء بزور الليفت بعدين الروت بعدين ايش الرايت. فعلى سبيل المثال عندي هذا المثال. اوكي، طبعا انا رح ازور اول اشي كل اللي على اليمين، بعدين الروت، بعدين على الشمال. فاذا بنلاحظ الاي موجودة عندي بالنص، تمام. طب هاي ما هي عبارة عن تري كمان، وكأنه انا بدي ارجع ازورها هيك، وهاي بدي ارجع كأنه بلشنا HDI. هاي HDI، بعدين زرنا البي والاف، عفوا الاي، بعدين الاي. طبعا هاي كمان تري لحالها FCG، هاي FCG. فهاي هي فكرة الان اوردر، كيف الكود تاعها او الخوارزميات. انا نفس المبدأ، بس حطيت انه يطبع اول اشي الليفت،
بعدين يطبع الداتا بعدين يطبع الرايت، بس غيرت الجمل، بس غيرتها. فإذا إحنا شفنا الكود هون نفسه تقريبا، بس اللهم إنه إحنا حطينا أول إشي إنه الإن أوردر، بعدين البرينت، البرينت صارت بالنص، وبعدين الرايت. تمام، هاي هي الفكرة. أوكي، البوست أوردر، البوست إنه يعني الروت بعدين، يعني أنا حطبع الليفت والرايت وآخر إشي الروت. فيعني مثلا أنا عندي هذا، إحنا عشان نضبطها نقسمها أفضل زي كذا. طبعا هون إيش بصير عندي؟ H I بعدين D، هاي H I بعدين D، بعدين إيش؟ E بعدين B، هيها بعدين خلاص الروت. إحنا حكينا الروت آخر إشي، حنيجي هون F G C وبعدين آخر إشي الـ A. نفس الإشي الكود قبل ما نروح على السلايد، كونه بوست نفس الكود، بس اللهم إني رح أخلي جملة البرينت آخر إشي. فإذا إحنا منلاحظ وين خلى البرينت، جملة البرينت تحت الكود بسلايد 13 أزبط، يعني بزور الليفت الرايت وآخر إشي بحط جملة البرينت، بس أنا غيرت بالاستدعاءات. تمام؟ طيب إحنا فكرة الباينري سيرتش تري بحكينا إنه ده هاي الباينري، طبعاً إحنا حكينا عنها ببارت 1 بكل إشي، is either empty or in which every node contains key value. يعني بحكي لي هلأ النود أنا عندي لازم تكون بتحتوي على value، يعني في قيمة جوا النود، أو إنه أصلاً بتكون بتأشر على إشي فاضي. لما بنحكي بتأشر على إشي فاضي يعني null، يعني ما في إشي بعديها. تمام؟ زي ما حكينا كل الكي left subtree، أوكي؟ وفي عندي كمان إنه right subtree. طبعاً إحنا قبل شوية حكينا إنه أنا عندي مثلاً الباينري في عندي tree زي مثلاً هون A B C، ومثلاً هون D و E. تمام؟ وهنا مثلاً F جي على سبيل المثال، بحكي لي هاي عبارة عن صب تري، وهذا حكيناه، وهذا صب تري، لا هاي يعني هاي صب تري وهاي صب تري، بس هاي ليفت هاي رايت. لكن ايش اللي بيميز الباينري سيرش؟ كل القيم اللي بتكون على اليسار لازم تكون اقل من الروت، كل القيم اللي هنا لازم تكون اقل من الروت، واللي بتكون على الرايت بتكون ايش مالها اكبر منها. فهاي مميزة الباينري سيرش تري. على سبيل المثال، المثال اللي عندي هنا الباينري سيرش، هاي عندي الخمسين، لازم اللي علي على الجهة الليفت يكون كلها أصغر، الثلاثين أصغر، لا هاي الأرقام كلها أصغر من خمسين، واللي هون أكبر من خمسين. أوكي، هلأ مثلا هون عندي الثمانية اللي راح تكون على اليسار كلهم أصغر من الثمانية، وهتضل إيش أكبر من الثمانية على الرايت. ونفس الإشي الثلاثة، لو أخذنا الروت الثلاث اللي على اليسار أصغر واللي على اليمين بتكون أكبر، وهكذا. تمام، هاي فكرة الباينري سيرش. طبعا الباينري سيرش تري بقدر أزورها بأي طريقة، إن أوردر، بري أوردر، بوست أوردر، زي ما بدنا. طيب بحكينا إذا إحنا زرناها بالإن أوردر، أوكي بالإن أوردر، أنا رح أحصل على سورتيد ليست، يعني رح تطلع عندي الأرقام مرتبة بترتيب التصاعد، يعني من الصغير للكبير بطريقة الإن أوردر. فعلى سبيل المثال هون اوكي هاي عندي الباينري سيرش، خلينا نزورها ان اوردر. ايش يعني ان اوردر؟ يعني ليفت بعدين روت بعدين رايت، صح ولا لا؟ زي ما حكينا رح تكون عندي هون تري، وهاي طبعا عباره عن تري يعني، بس هاي الروت تاعها. ايش رح نزور احنا؟ 25 30 35 40، صح؟ فهاي التري زرناها، بعدين حنحط الروت، يعني احنا زرنا الليفت بعدين الروت بعدين الرايت. هون ايش الرايت؟ بكون عندي 60 الستين، بعدين مين رح يكون عندي؟ الخمسة وستين والسبعين. طبعا هون كأنه أصلا كأنه في عندي ليفت بس ما هو موجود، فهو راح مباشرة على الرايت، فعشان هيك كتبت الستين هون لأنه ما في ليفت. أوكي، هاي هي فكرتها. لو إجينا هون مرة ثانية هذا المثال، كيف بزور إن أوردر؟ إن أوردر حكينا بنزور الليفت بعدين الروت. طيب وهاي نفس الإشي أنا عندي هون، فإحنا لو قسمناها واحد ثلاثة وقسمناها أربعة ستة سبعة، هيهم بعدين نزور الثمانية. طبعا هاي كأنه هون هيك عندي، تمام؟ فهون ما في إشي، حتصير عشرة بعدين 13 14 وبعدين ما في إشي، بتنوقف. فهي كمان الان اوردر. طيب فبحكينا خلينا نفترض إحنا في عنا مشكلة عملية السيرش، يعني إحنا مندور على قيمة في السيرش. If a list order search become faster if we use contiguous list array. طيب بحكي لنا انه احنا بعملية السيرش كنا نستخدم الاري، الاري بسموها مصطلح contiguous. ايش يعني contiguous؟ contiguous يعني كل الارقام بجنب بعضها البعض ملتصقة، يعني بالذاكرة كنا نقول خمسة
مثلا 6 20 30 50، يعني الارقام كلياتها متصله مع بعضها البعض. طيب اذا احنا كنا بدنا نغير على هاي الاريه شو بدنا نعمل؟ يعني انا عشان اخليها مرتبه، عشان اخليها مرتبه هاي الاريه كنت اضيف بالاخر، خلص ضيف بالاخر مثلا رقم جديد 70 عشان ما تخرب علي. فكنت انه دايركت يعني خلص بخطوه واحده، يعني بيج اوف وان خطوه واحده انا اجي اضيف الرقم الجديد بالاخر. لكن هذا الموضوع عملية الانسيرشن الديليتنج كلياته هذا كيف رح يصير لما تكون في عندي التري؟ تمام. فهاي هي الفكرة من هذا السلايد. So بحكي لنا انه so many things if using linked list because it's permit insertion and deletion. يعني بحكي لك انه او عفوا بحكي لك انه هنا انه عملية الحذف والاضافة باللينكد ليست. طبعا ايش هو اللينكد ليست؟ اللينكد ليست انه هي بتكون زي المصفوفة متجاورة بس كل واحدة بتأشر على اللي بعدها. اوكي يعني نفس فكرة الليست هذه، مثلا 1 2 3 هاي مثلا هيك بتكون بتتكون زي نود مكونة من جزئين. تمام هيك بتكون انه في عندي هون بونتر بأشر على العنصر اللي بعده لكن بيكون بشكل خط مستقيم، عشان هيك سميناه لينكد يعني مترابط ورا بعضه البعض. تمام هاي نفس الفكرة انه بكون ايش سيكوانشل، ايش سيكوانشل كله ورا بعضه. فاحنا اذا بدنا نغير فيه ببساطة اذا كان مرتب اوكي، مثلا اذا حذفنا الاثنين خلص بس بغير البونتر وبخليه يأشر على اللي بعده. اذا جبنا ايش جديد بخلي الاخير يأشر على النود الجديدة مثلا 5 وهكذا. لكن بالتري شوي الموضوع رح يختلف، بحكينا اذا انا بدي اعدل عليه رح احتاج لوج الان، رح احتاج لوج الان. ليش؟ لانه احنا بدنا ندور على المكان المناسب حتى نحط فيه هذه النود بعملية الانسيرشن. طيب ايش الفرق بيناتهم؟ هلا عندي الاري، عندي اللينكد ليست والباينري سيرش. عملية الريمو الانسيرت زي ما حكينا هون بتاخد لوج واحد هون واحد. ليش؟ لانه انا عندي الاري تمام مثلا 1 2 3 4 عشان ابدا اضيف 5 خلص بخطوه واحده بروح بضيفها بالخمسه، فعشان هيك بيج اوف او 1. اوكي احنا حكينا اللينكد ليست لنفس الاري بس هدول الاري بيكونوا جنب بعض، اللينكد ليست لا هم جنب بعض زي واحد وبتاشر على 2 في مؤشرات. تمام زي كده هاي اري وهي لينكد ليست، هاي اللينكد ليست مثلا بتاشر على 4 بتاشر على 5. اوكي طيب الريموف ليش بتاخذ الريموف لوج ان؟ لانه انا لما بدي احذف 2 من هون لازم اعمل شيفت للعناصر، يعني اذا حذفت 2 من هون انا لازم انقل الثلاث هون، لازم انقل الاربعه، لازم انقل الخمسه، وبعدين هاي اخليها صفر. ونفس الاشي انا اذا بدي احذف الاثنين بدي اخلي العنصر هذا ياشر على هذا وهذا، يعني رح اغير. فعشان هيك بتاخذ لوج ان. طبعا سيرش ان لانه تسلسلي بدي ابلش من اول مكان لاخر مكان انا ادور على العنصر اللي بدي اياه. لكن بالباينري سيرش كله ثابت، بقول لك كله ثابت دائما بتاخذ تكلفه اللوج ان. تمام طيب هلا كيف الفكره؟ هلا احنا بسكشن السلايدات المتبقيه بدنا نشوف كيف بدنا نعمل عمليه السيرش، كيف بدنا نعمل عمليه الانسيرت اللي هي اضافه رقم جديد، او الديليت اللي هي حذف نود من التري. اوكي فعملية البحث لازم انه انا ادور على قيمة معينة بهذا النود، اذا حصلته رح ارجع له ترو، اذا ما حصلته اعطي فولس. اوكي الانسيرت انا بدي في عندي نيو نود، نود جديدة انا بدي اضيف ايش بروبرتي يعني بالمكان المناسب في التري. طبعا الحذف انه انا في عندي نود، هاي النود بدي احذفها لكن لازم اصلح الترتيب اللي رح يحدث عندي في الباينري التري. اوكي هاي هي الفكرة. اوكي هلا شو بحكي لنا هون؟ target لازم يكون دائما في عندنا مقارنة، نقارن target value with the element in the root. يعني انا مثلا الرقم اللي بدي احذفه او الرقم اللي بدي اضيفه او الرقم اللي بدي، يعني مهما كانت العملية عندي الرقم اللي انا موجود في يدي انا لازم دائما اقارنه في الروت. اذا كان الرقم is equal يعني إذا أنا حصلت الرقم نفسه الروت معناته خلاص successfully أنا نجحت. إذا الرقم اللي معاي أقل من الروت معناته أنا راح أروح أمشي على الليفت، أروح على جهة اليسار. إذا أكبر معناته أنا بدي أروح وين؟ على الرايت على اليمين. طيب إذا أنا وصلت لمكان إمتي فاضي ما ضل إشي معناته unsuccessfully، يعني إنه أنا ما نجحت، الرقم ما قدرت أضيفه أو ما قدرت إني أحصله. هاي بالسيرش. طيب
فهذا الكود انه الفكره انه انا اول إشي بدي يكون في عندي الروت وفي عندي رمز بدي اقارن فيه. اذا الروت اذا الرقم اللي انا بدور عليه موجود اصلا على الروت خلص اطبع لي قيمه الروت انا وجدت الحل. لكن اذا الرقم اللي انا بدور عليه الايتم هذا اقل معناته انت روح دور في الليفت، اذا اكبر معناته روح دور عندي في الرايت، وهكذا رح تمشي الخوارزميه. اوكي فهنا هاي هنا يعني هذا كلام سي دي كود يعني اي واحد كتبه بلغته، فهنا رجع كتبها بصيغه اللغه السي بلس بلس. تمام اذا وصلت للنو الروت بيسوي نال، الروت يعني خلاص انا وصلت لصب 3 ما عندي روت معناته انا ما حصلت العنصر وانهي البرنامج. اذا الايتم لقيته على الروت نفسه خلاص يعني بيسوي الداتا فاطبع لي وخلاص لقيت الحل. وزي ما حكيت اذا كان الرايت الايتم اقل من الروت روح دور عليها بالليفت. فطبعا هنا استخدمنا الريكيرجن، رجعنا استخدمنا حكينا الريكيرجن زي كانه دوران، وهنا بروح بستخدم الرايت اذا كانت القيمه اللي بدور عليها اكبر من الروت. تمام هاي بس عندنا بعمليه السيرش. عمليه الانسيرت اني اضيف نيو ايتم يعني نود جديده على التري، لازم اول إشي هذا الكي اني اتحقق انه هو موجود في المكان المناسب ولا لا. طبعا اذا هو اقل من الروت او الفاليو اللي انا بدي اياها لازم ينضاف على الليفت، اذا اكبر معناته بده ينضاف وين على الرايت. هاي هي بحكي لك ببساطه السمبل روت. فانا لازم الاقي دائما انسيرشن is found we can say sure that a new value has no duplicate in the tree. وكمان شغلة ثانية لازم نتأكد منها no duplicate، يعني أنا ما بصير إذا أنا بدي أضيف رقم 5 أرجع كمان أضيف رقم 5 ما ينفع، بقول لك duplicated ما لازم أتأكد فيها يعني ما أكرر الرقم في الباينري search. فكيف راح تصير المبدأ؟ بقول لنا لازم نعمل أول إشي check على إيش بدنا نشيك، بدنا نشيك إنه النود اللي أنا بدي أضيفه أصلاً موجودة ولا لا. اوكي عشان انه انا امنع عمليه الدبليكيتد ما يصير في عندي تكرار. طب اذا انا شيكت وما لقيتها راح اشوف طب هي اقل هاي الفاليو بدي اضيفها اقل من الروت الموجود عندي، معناته راح اشتغل اظني امشي بطريقه الليفت. اوكي اذا اكبر معناته انا بدي اروح اشتغل على الرايت. عشان نوضح الصوره اكثر خلينا نفترض هاي عندنا هون في مثال عندي. اوكي فايش هون بحكي لي algorithm for insertion بدي أضيف أنا هون رقم الأربعة. أوكي أربعة is less than 5، أول إشي أنا بمسك الأربعة، الأربعة أقل من الخمسة. تمام معناته وين بدي أروح؟ على الليفت. تمام طيب أنا وصلت لعند الاثنين، طب الاثنين أكبر، الأربعة أكبر من الاثنين معناته لازم أروح على اليمين. طيب الأربعة كمان أكبر من الثلاث فمعناته لازم أروح وين؟ على يمينها. يمينها ما في إشي تحت الثلاث معناته الأربعة تيجي هنا. أوكي فبتصير هاي بالصورة النهائية أربعة هنا مكانها الصحيح. طبعا ككود عملية الانسيرشن هاي هي ببساطة إنه if the tree is empty return the new node، يعني إذا أنا بدي أضيف هذا النود وهو النود أول نود يعني الروت بيساوي نال يعني ما في إشي جديدة فأنا رح أضيفها. أوكي ورح أحكي إنه الليفت يعني هاي النود جديدة التري فاضي وضفت هنا خمسة خلاص فإحنا نضيفه ونعتبر إنه الرايت نال والليفت نال. ليش؟ لأنه ما إلها لا يمين ولا يسار يعني. أوكي طيب إذا الروت عندي مش نال بالتري بدي أشوف أشيك إذا أقل منها روح لي على الليفت، إلس معناته روح لي على الرايت. وزي ما حكينا في عندي دايما الريكيرجن بستخدمه على أساس إنه هو بدل الدوران يعني. أوكي هاي هي الفكرة، بس يخلص رح يرجع لي الروت اللي هو أضافه. هاي ببساطة أساسيات أو مبادئ بالباينري سيرش ألغوريثم.